شباب مرحبا بكم في حلقه جديده من البودكاست ديالكم دقه دقه. اليوم الضيف ديالنا ضيف ثقيل ومميز جدا. الضيف ديالنا دار شعبه ديال الاداب من بعد دار القانون وخدم بزاف ديال الخدامين اللي ربما يقدروا يجيكم ما عندهمش علاقه مع بعضياتهم، ولكن هو غيشرح لنا كيفاش هاد الخدامي عاونوه. دار كوميسير بوليس، من بعد دخل لعالم المقاولات ودار مقاوله ديالو، شويه قال ربما ما مسلكانيش باش خدم اطار في المجال البنكي في القانون، ودابا بدا مؤخرا مهنه ديال المحاماه كمحامي متدرب. الطيف ديالنا شغل مراكز اخرى في العمل الجامعوي والباراسكولير، هو المؤسس ديال حركه ولاد الدرب اللي كتشتغل على الدار البيضاء والمشاكل ديال الدار البيضاء من نقل من السكان. كيشغل ايضا مركز ديال الناطق الرسمي باسم لجنه الانخراط بنادي الوداد الرياضي. الطيف ديالنا بيضاوي حقيقي ولد الدرب حقيقي، كيبغي يدربهم كيبغي مدينته وباغي يتقاسم معكم التجربه ديالو. اكتشفوا الضيف ديالنا. سريدة مرحبا بك معنا في حلقة ديال اليوم. انت ضيف ديالنا في برنامج دقة دقة، ولكن انا كورة ماشي على شي حاجة. مرحبا. كورة ديال اش؟ قلبنا الراس دابا داكشي. كورة المائية. كنا بحال حداد ونجم. سي المديت تبارك الله عليك ومرحبا بك. دقة دقة. شكرا لله خداك سي. دقة دقة. بدات تبارك الله عليك محافظ على الاصول ياك. الاصل هي كل شيء. بيضاوي حقيقي ومغربي حقيقي ولد الدرب حقيقي. المهدي المسار ديالك غيستافدوا منه ربما بزاف الشباب ديالنا، لانه بزاف ديال المستويات. انت كنتي اداب ودرتي الحقوق قانون، حنا في المغرب عندنا واحد الثقافه ديك تقول مسكين دار القانون مسكين دار لافاك، كاننا كنحكموا بالفشل على اللي دار القانون ولا اللي دار لافاك. راك تبارك الله عليك غادي مزيان دوك تقدر تولنا في هذا المجال. وعاد في المسار ديالك تبارك الله عليك دزتي من بزاف ديال المراحل اللي ربما مختلفه، خدمتي في القطاع العام، خدمتي في القطاع الخاص، خدمتي في دابا تبارك الله محامي متدرب في المهن الحره. شنو تقدر تقول لنا على المسار ديالك؟ اولا شكرا على الاستضافه وشكرا على هذه المبادره الجميله اللي كتعطي للشباب واحد يعني كتخلق واحد المنصه ديال واحد النوع من التواصل مع الشباب اللي محتاجين يسمعوا واحد الناس اللي سبقهم شويه في التجربه، حيت صعيب ان تسبقني بزاف ولكن سهل انك تسبقني شويه، كنكونوا اون في بارتي دو لا ميم جينيراسيون، دونك تقدر تفهم معايا وتستوعبني اكثر. هاد المساله ديال الادبي هي ماشي جديده ولكن غير في المغرب. هاد الاسبوع اللي فات كنت في واحد النقاش مع واحد الصديق ولد درنا هادي معزوز اللي رجل ديال الفلسفه وديال النقد السينمائي وديال رجل مثقف، وتكلمنا على هاد المساله ديال الادبي. كاين واحد ليكريفان فرونسي في القرن 17 سميتو غوستاف فلوفير، كانوا عائلته كلهم اطباء، وهو ملي مشى دار الاداب وما يسميوه لو كون دو لا فامي، ونكلخ ديال العائله لانه دار اداب. فدارت الوقت ولا من اشهر الادباء والكتاب في العالم، والكتبه ديالو باقي ليومنا هذا كيتباعوا، باقيين كيديروا مداخيل وباقيين كي. فإلا كانت الغايه من القرايه هي انك توصل لواحد المنصب معين، واحد الخدمه معينه اللي غدر عليك واحد الدخل اللي غيوفر لك واحد العيش كريم ومرتاح، فالشعبه ديال الادبي راه كتوصل لهذا الشيء. الا كانت الغايه من القرايه هي انك تشبع بالافكار والثقافه وهذا، فشعبه الادبي هي الام ديال الثقافه وهي ديال الفكر. فهذا يعني هذه بعض الافكار الجاهزه اللي كان هذا، ولكن لان ما خصناش، لان واحد الوقت كان لو فيت انك تكون انجينيور ولا تكون ميدسان راك من عليات القوم من هذا، في حين ان ادبي ما كانش كتوفر انك تدخل بزاف من هاد المجالات. ولكن جو بونس كو ما بقاتش هاد الافكار كثيره. حنا ملي كنا كنقراو في الكليه، انا خديت الباك ديالي في 2007، ملي كنا كنقراو في المدرسه في الليسي كانت عندنا معيوره ديال نتوما ادبيين نتوما علميين مع الدراري اللي كاين. ولكن دابا جو بونس اصلا دابا الشعب ولاو كثار، داكشي ولا في اس في تي وبي سي وهذا الى اخره. ف يعني مساله الاداب ان الا كنتي كتقرا راه كتقرا، ولا كنتي غتوصل في داك القطاع اللي انت تخصصتي فيه راه غتوصل فيه. مساله الكليه نتفق معك ان الكليه هي عندها واحد السمعه خايبه اولا، لان كيقول كيمشي للكليه ما كيقراش، لان النظام الجامعي في العالم كله مبني على لوطو فورماسيون كاساس ديال التكوين، يعني تكون راسك براسك، يعني كتمشي للكليه تيجي واحد الاستاذ جامعي تيعطيك رؤوس الاقلام، كيعطيك الخطوط العريضه، كيعطيك التوجه،
وكتمشي انت لكاين واحد البلاصه مكمل اساسي للدراسه الجامعيه اللي هي المكتبه. حنا في وقتنا كنا كنشدو جوج طوبيسات باش كنمشيو للمكتبه ديال ال سعود، وكدير واحد لانسكريبسيون كتدخل وكتاخذ الكتبه وكتقرا باش كتكون. كانت المكتبه ديال الكليه واحد الفضاء يعني مقدس، فاللي ما كيمشيش يكمل التكوين ديالو بالمكتبه وبالقرايه راه ما غاديش يقرا مزيان في الكليه. دونك هادشي شنو كيولد؟ كيولد ان كاين واحد الحريه ديال الحضور داخل النظام، داخل يعني النظام الدراسي الجامعي. وطبيعي ان واحد التلميذ اللي جاي من واحد المناخ ديال المدرسه العموميه ولا ديال الدراسه الثانويه اللي فيه ان الغياب ممنوع، فكل ممنوعين مرغوبون فيه. وبالتالي فاش كيمشي للكليه كيقول اول ما غيقيدونيش في ورقه الغياب، ما كاينش حارس عام كيجيب بوك. دونك كيمشي كيولي مره كي دونك هادشي كيولد واحد النوع من التهاون وواحد التراخي اللي ماشي الكليه اللي ما كتقريش. هاد العوامل اللي كتخلي ان يعني القرايه ما كتكونش عند اضافه الى ذلك سوق الشغل، باش نعرف واحد القضيه، لو مارشي دومبلوا في المغرب لي كازيمون ساتوري، والكليه كتخرج بزاف ديال 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 لي ديبلومي في العام، كونتريرمون او زيكول بريفي ولا او زيكول دو كوميرس ولا زيكول دانجينيور ولا هذا. الكليه كتخرج بزاف ديال، راه كتمشي للشعبه ديال هذا القانون كتلقى 1000 واحد في لا بروموسيون، اقتصاد كتلقى 2000 في كليه واحده. دونك هاد الناس هادو باش يولجوا سوق الشغل كاملين كنوليو في دي باراميتر اخرين، ما كيبقاش الدبلوم بوحدو. دونك مثلا في مثلا انجينيور اوتوماتيكمون كيقدر يدخل يخدم في شركه اللي عندها ان بيزوان ديال انجينيور، باسكو لو ميتي ديالو الي تكنيك، الي ليي لدي ماشين، الي ليي لدي القانون. مثلا صعيب لان في لونتروتيان راه كدوز 5 ديال لي زونتروتيان باش كتدخل للبنكه، في واحد 3 لي زونتروتيان تكنيك. شنو كتعرف في القانون؟ ان القانون حرفه، ماشي يعني ماشي صنعه. فما هو صناعي الولوج في سوق الشغل كيكون بواحد الطريقه شبه تلقائيه، خاص غير يكون لو بيزون وما تيكونش صعيب بزاف. ما هو حرفي اللي فيه الحرفه صعيب. انك بحال مثلا اناليست فينانسي، راه باش تقول انا اناليست فينانسي خصك بزاف لي كومبيتونس، خصك بزاف ديال لي زاكي باش انك تقول اناليست فينانسي. باش تقول انجينيور اون اوتوماتيزم، سي فري كو كاين فرق بين انجينيور وانجينيور، مي الفرق ضئيل على كان شي واحد اللي هو فيه المشكل. مي انجينيور تيفهم في اون ماشين كيفاش كتعادها وكيفاش كذا كذا، دونك عندك الهارد سكيلز فوالا. دونك ملي كنمشيو تنديروا الكليه تيبدا يتولد الفرق، وداك الفرق كيبدا غادي وكيتسع بحال شي دواز. غادي وكيتسع حتى كتوصل لواحد الوقت اللي كيوليو لي كومبيتونس ديالك لو سافوار الى اخره. التجارب ديالي اللي تكلمتي عليها وانا عندي 21 عام تقريبا ونص، قلت 22 لا باش 22 باش دخلت 21 عام الحدث الاول. كاي شاب ولد الشعب باك شيفور ديال الطاكسي ساكنين في واحد البيت متواضع، اون فوا كنت تاخذ حالي عمري قلتها لك هذه شنايا انا الوليد شيفور ديال الطاكسي. حنا كومباني شافي عقلت ديك كومباني ديال الطوبيس. كت اون فوا كتاخذ طون بروميير ديبلوم كتبدا ديك القضيه ديال انت مع راسك لونطوراج هذا واش غتخدم ولا لا. صعيب انك تقول لهم باغي ناخذ الدكتوراه ان شاء الله ويبقاو هازين حتى توصل ل 26 عام ولا 27 عام. فبديت كنقلب من البلايص اللي كنقلب فيهم، كان واحد الموقع سميتو وظيفه شي كنقولك في 2010 بحال دابا داك امبلوا بيبليك تقريبا، كان سميتو وظيفه، كان دايرينو شي دراري ان بلوك ساعة كانوا لي بلوك بزاف، كان فيه كيصيفطوا لي زيميل ديال 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 الوظائف اللي كاينين ولي كونكور. انا دخلت الايميل ديالي كنت غنكليكي على شي ميل اي باغ ايغور، كليكيت على واحد الميل ديال داك الموقع ديال الوظيفه. كندخل كنلقى كونكور ديال 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 البوليس. مشيت عند الوالد قلت له ديك الحاله المدنيه، الحاله المدنيه ديما كتكون مقدره كنز لوح محفوظ. مشيت عنده قلت له عطيني الحاله المدنيه باغي ندير بوز، قال لي انت دابا قريتي وهذا الكليه شي دير تبقى واقف في الشمس. قلت له لا راه باغي ندير كوميسير. ياو سير طري كوميسير ايفيكتيفمون. كنا 24000 واحد اللي دوزنا الكونكور، تعزلنا 26 واحد من 24000 اللي كانوا دوزوا الكونكور. دونك دوز الكونكور زعما الصراحه فهمتي، نجحت في ليكري، عيطوا لي قالوا لي جيت دوز لوغال. عندي واحد راجل خالتي في خدام في الولايه انسبكتور، عيط لي ديك الساعه قال لي يا السي قال لي المهدي راه
كنجي حتى الكونكور كنقول ويلي وفهمتي وهذاك السيد متابة الوالد ديالي كنقول ما زعما واش هادشي بصح مشيت دوزت لوغال فمشيت دوزت لوغال كيبان ليا كاينه واحد حنا تقريبا واحد 80 واحد اللي غندوزو لوغال الكونكور هما إلزون أنونسي بأن ياخذوا فيه 20 دونك إيفيكتيفمون دوزت لوغال عيطوا عليا قالوا لي قبلتي اه جي باش تاخذ الوراق ديالك فمشيت ديك الساعه كنت بروميير اني ماستر ديال دغوا دي زافير مشيت دوزت لا فورماسيون في الاير بي داكشي كان مزيان او ميم طون خلاو لي الفرصه صراحه وهذا يحسب زعما الدوله اون جينيرال والاداره ديال الامن الوطني اليوم يخلوك فرصه تكمل قرايتك الا بغيتي فكنت واخا في الاكاديمي كانوا كيعطيوني الحق نخرج ندوز الامتحانات ديال الماستر وهذا وخديت الماستر ديالي وانا في الاكاديمي دونك من بعد التخرج دوزت واحد 3 سنوات اي بديت كنوصل لداك لاج دو ماتوريتي كتبدا تعرف راسك انت شنو بغيتي فلقيت راسي بانني ما انا ما نقدرش نكون بوليسي كاين واحد النظام اساسي وكاين واحد القواعد وواحد الضوابط اللي انا ما حتى كتعرفني مزيان دونك انا ما نقدرش نحترمها كما يجب دونك كتشوف انك باقي يلا عندك 25 عام عندك ماستر اون دو دي زافير دونك لو مارشي دومبلوا زعما الي وهنا كنرجعوا للتخصص بالنسبه لبعض التخصصات في الكليه بحال الاقتصاد بحال القانون باللغه الفرنسيه القانون الخاص بحال هذا راه لو مارشي دومبلوا راه كيخدموا في لي زاسيورونس لي بنك لي سوسيتي بريفي يدير محامي يدير نوتير يدير بوليس يدير قايد يدير قاضي وزارات زعما شوف زعما الشيء انا نكون الشيء اللي عنده ان ديبلوم في واحد من التخصصات بعدا في الكليه القانون الخاص لغه فرنسيه ولا القانون الخاص لغه عربيه والاقتصاد كنظن بان ما عندوش الحق يتشكم لو مارشي دومبلوا لانه إلا تري دوموندور إلا لا كان هو في شوية الفشوش باغي يخدم غير في البنكة حيت كاين اللي كيخرج كيقول لك لا كاين مجموعة من القطاعات اللي تقدر تستوعبك راه إلا هضرنا غير على ليميتي ليبي وراه دير مفوض قضائي دير عدول دير محامي دير نوتيغ سميتو لهذا القطاع العام الوزارات كلهم كيدخلوا لي جوريست بدون استثناء المؤسسات العمومية كلهم كيدخلوا لي جوريست الأبناك الشركات الخاصه لي مولتي ناسيونال لي زاسيورونس لي سوسيتي دو كريدي كلهم هادو ما كاينش اللي ما كتلقاش فيه ان ديبارتمون جوريديك كبير فيه الناس فيه كذا فيه الى اخره فجات من بعد خرجت من البوليس كانت تجربه اشتغلت مع واحد الشركه دوليه مختصه في الاستثمار العقاري والسياحي كمستشار ديال الرئيس المدير العام من بعد او ميم طون وانا معاهم كنت خديت لوتوريزاسيون من عندهم نيت باش درت ان كابيني ديالي ديال لا جيستيون دو كونتونسيو إجات المناسبة أنني دخلت القطاع البنكي اللي هو تجربة جد جد مهمة تا هو بالضوابط ديالو بالعادة ديالو ولكن أنا ما نكذبش عليك أنا ملي خرجت من البوليس كنت ديما يعني حاط نصب عينيا داك الكونكور ديال المحاماة لأنني بغيت نكون محامي كنحس بيه غيكون مون فواي دو كونفور دونك مشيت للبنكة دازت التجربة ديال البنكة ملي جات الوقت انني دخلت دوز الكونكور ديال المحاماة ودخلت لها لقيت ايفيكتيفمون بان سي مون فواي دو كونفور وليس هناك اجمل من ان تقوم بما تحب تماما بحال واحد كنت عارف اقرا في ليسكا ولا في سكاليس وداكشي وواحد الوقت هو يدير فن ويدور كلشي يصن في بليزير صن في فريمون بليزير لان تنشوف رضا مثلا ان تري بون اكزومبل ديال باسولمون لقيتي خدمه في القطاع اللي انت فيه وتبارك الله انا كنعقل عليك كنتي خدام في ان كابيني من لي بيغ فور ومن بعد قلتي لي لا واحد النهار كندو معاك وقلت لك رضا واش عارف واش كدير قلتي لي لا راه شوف انا ايفيكتيفمون الحمد لله صافي بليزير كنشوف بان كاين لا كرواسونس وهذا الشيء خص الشباب يعرفوه بان راه ماشي بالضروره الا خديتي انجينيور راه خصك تخدم انجينيور ولا خديتي جوريست راه خصك تكون في الضوا لا دير شي حاجه اخرى بدع قلب الافاق مفتوحه كيف ما تكلمنا داك الشيء قبل ما نبداو راه اللي قال لك ما كاينش الافاق في المغرب راه تيكذب على راسو ولا على شي واحد اخر لان كاين اللي هو فاشل يريد تبرير الفشل كاين اللي هو ناجح وباغي الناس ينجحوا كاين هاد العاهات المجتمعيه في حين ان الحقيقه هي ان لانتي كتقلب كل نهار كل نهار كل نهار كاين 700,000 حاجه ديرها انسان اليوم هناك مجموعه من الفرص متاحه باه ما كنهضرش هذوك الفرص الخياليه اللي متاحه في الانترنت مؤخرا نرجعوا لهذيك هادشي غنجيو من بعد ولكن كنهضر على فرص يعني منطقيه متاحه الانسان اليوم الابناك تيعطيو لك كريدي في انطلاق المقاول اي واحد يقدر يكري شركه يدير اوتو انتربرونور مقاول ذاتي بيغ انكور
الا قلت لك بان الابناك اليوم ما كي ما محتاجش انك تصايب الشركه، غير كدير ان بروجي دو كونستيتيوسيون ديال لا سوسيتي ويقدروا يعطيوك الكريدي ويبقى مشروط انك تصايب الشركه. يعني انت ديك 7000 درهم ولا 6000 درهم باش تصايب شركه ما تونجاجيهاش، سي صايب غير ايتود دو بروجي وبزنس بلان مسائل ديالك ودفعهم لي يقول لك صافي الكريدي الي 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 اكوردي. هذيك الساعه تسلف من عند شي واحد اخر وجي صايب باه الشركه ورد لي. كاين واحد الرغبه عامه باش نشجعوا الشباب، كاين رغبه عامه لي كريدي اليوم كنهضروا على ان كريدي سان كوسيون بيرسونيل، سي اون سي اون بروميير في المغرب. الناس خصهم يعرفوا بان كان كانت كانت لا كوسيون بيرسونيل كانت مش ناقه كتحط في عنق المقاول، لان ملي الشركه كتفشل كنمشي لك لي بيان بيرسونيل ديالك سيزي، كنمشي نسيزي لك دارك ونسيزي لك طوموبيلك ونسيزي لك الكونط بونكير بيرسونيل ديالك اللي يقدروا يكون ولادك كيقراو منه. اليوم كدير كريدي اللي كتحمل فيه مسؤوليه الشركه لا بيرسون مورال. كملتي ومشى المشروع مزيان وما مشيتيش، راه كاين لا سي سي جي كتخلص في بلاصتك اون بارتي، وانت لا قدرت تخلص شي لاخر خلصو نقدر تاخذ كريدي بلا غارونتي سون غارونتي. سي سا، هذا هو الكونسيبت ديال طلاق المقاول، هادشي ما عمره كان في التاريخ ديال المغرب. دونك هادي اوبورتونيتي المقاول الذاتي شجعات الناس عوض انك تمشي تصايب شركه والضرائب وداكشي، عندك واحد ستاتيو بروميرمون تي انكوراج هذاك لو كليون ديالك لانك تو فاكتور اور تاكس. دوزيامون كتخلص انت واحد 1% على ولا 2% على حساب القطاعات اللي انت فيها. عندك من بعد غتولي عندك لاكارت ديال لامو، غيولي عندك هذا. كاين اليوم لي 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 في الانترنيت واحد الوقت كان بدا باش كيقلب على خدمه خصو يهز السيفيات ويبقى يدور يطيب رجليه. اليوم باش تخدم كتدخل الانترنيت عندك 60000 بورت دو 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 سميتو. اليوم كاين ابناك، واش انا فاش كنت في واحد البنكه كبيره وفي تقريبا 8 شهور الاخر قبل ما ندير المحاماه جيت ديبوشي باغ اون اوتر بنك بلو غروند. كيفاش جيت ديبوشي باغ هاد لا بنك؟ لينكدين. قلبوا بان لهم لو بروفيل انتريسون، ايل مون كونتاكتي، دوز لي زونتروتيان، خمسه لي زونتروتيان، قالوا لي هذا زاد لي 70% من الصالير ديالي اللي كان عندي في البنك. 70% اللي تزادني في مون صالير، وهذا الشيء كاين فيه لا تدخلات لا علاقات لا حتى شي حاجه. لينكدين ونيت كنصحوا الدراري انهم يقدموا مزيان لينكدين دابا بيو سي ان بون بروفيل ديال لينكدين. لي زيكسبيريونس ديالك مقادين، تصويره مقاده، واش دير تصويره في البحر في لينكدين وبغيتي يجيو يخدموك؟ دونك تبين عزاك كونجي ان بون بروفيل. وفيه دابا ديك لوبسيون ديال 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 على ريشيرش دان دان اوبورتونيتي، وهذا كتكتبها كتطلع لي ريكروتور. كاين ديك لوفر ديال 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 بريميوم تعطيك واحد 3 شهور فابور وزيد ولا ما تزيدش، خذ بعدا 3 شهور فابور وتبدا تطلع لي ريكروتور وديك الساعه شوف لا قدرتي تزيد ما قدرتيش تزيد. دونك كاين مجموعه ديال 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 الامكانيات، غير الناس عندهم لوبستاكل بسيكولوجيك. الناس تيقول لك كدوي مع شي واحد تيقول لك واه ما كاين ما يدار، ما كاين خدمه، ما كاين باك صاحبي، واه الا ما كانش العلاقه راه ما كانش العلاقه راه ما تخدمش راه ما كانش هذا. اي دونك هذا الشيء كيولد ان كيولي عندنا واحد الفكر مجتمعي، والفكر المجتمعي بحكم طبيعه يمتلك قوه القانون. وكيولي عندنا واحد القانون فوق من راسنا لدرجه انك تقول باغي نمشي لهاد الاداره وما كنعرف حتى شي واحد مصيبه ما عرفتش كي غيدوز هاد النهار. الوغ اليوم ادارات كتمشي كتبهر في المغرب. انا مشيت للمقاطعه هذاك المره سيدي معروف باش ندير ليغاليزاسيون، والله الا عجبني الحال قطعت تيكي جلست وصلت نوبتي ليغاليزيت دزت للجهه الاخرى خديت وراقي وخرجت وكانك في دوله اسكندنافيه. كنتقدموا ماشي غير الضباب، تراموي نهار كانوا بغاو يديروه حنا في التشارك كنا كنقولوا ناري الطراموي غيدوز من هنا، جاو قالنا راه غيديروا لي زيكرون طاكسي باش تقطع الاوراق ناري ناري ناري. الطراموي الحمد لله انت كتشوف كيفاش خدام، علاش كاينه اون بون جيستيون، المواطن اليوم مستعد انه يمشي معاك في يمشي معاك في الريتم. دونك تقدم كاين، بون السرعه ديال التقدم ما كنناقشهاش، ماشي بالضروره خصنا نكونوا حنا رواندا ولا نكونوا سنغافور ولا نكونوا ماليزيا، ولكن كاين تقدم. الا بان لك تقين نوض انت زربو، كيفاش غتزربو؟ دخل لو مارشي دومبلوا، راه واخا كتخدم في شركه خاصه راه عندك دور في الاقتصاد الوطني، راه واخا كتخدم في بنكه عندك دور في الاقتصاد الوطني، كتخدم في القطاع العام عندك دور في الاقتصاد الوطني، كنتي في مهنه حره عندك دور في الاقتصاد الوطني، بقيتي جالس مربع يديك عندك دور في الاقتصاد الوطني ولكن سلبي ماشي ايجابي. كتجر اللور كتجر اللور. واخا واضح تبارك الله عليك. دونك الا بغينا نمشيو دقه 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 غادي نرجع انا قبل ما نعاودو نجيو لي جون والخدمه وهذا، غادي نرجع عاوتاني للتخصص لانه كيتابعونا بزاف حتى الدراري ديال اصحاب القانون. لا قبل القانون بالنسبه ليك، وهنا غنديروها في جوج، التعليم ديال الثانوي
التخصص ديال الثانوي او التخصص ديال الجامعه، بالنسبه لك شنو هو لو بون بروفايل؟ زعما شنو هما الخصوصيات اللي خص يكون عندي باش نقول انا مدير الاداب ولا مدير القانون؟ بمعنى انه الوالدين دابا اللي كنحاولوا نوعيهم انه راه كاين بزاف الطرق ديال النجاح، ماشي طريق وحده هي سيونس ماتي انجينير. امتى يبدا يقتنع وهو كيبرك مع وليد الولد ديالو كيسمع له شنو كيبغي شنو ما كيبغيش، يبان له بان ولده مدير الاداب ولا مدير القانون؟ يعني شنو هو البروفيل؟ في الولايات المتحده الامريكيه اليوم كيشدوا الدري وهو عنده 9 سنين تيدخلوه لواحد ليسباس وعندهم دي تكنيك وتعرفوا التخصص اللي باغي يدير، واش يدير موسيقى، باغي يدير الباسكيت، باغي يدير الجيتار، باغي يدير الاداب، باغي يدير العلوم، باغي يدير الرسم، تيخليهم شي في هذاك التخصص. انا تقنيا ما عنديش الامكانيه باش نقول لك شنو بالضبط، ولكن تقريبا لكن اظن اظن بان انا باقي نعقل في الكاترياماني درت اداب اداب دوك خمسه الاختيارات كامل الاداب داك الاجتماع ديال التوجيه هو اللي عندي واحد الاستاذ ديال الرياضيات قال لي علاش انا كنجيب في الرياضيات مزيان كنجيب في العلوم مزيان كنجيب في الفيزيك مزيان ولكن ما عنديش مع المواد العلميه ما كان كيعجبوكش ما كنرتاحش فيهم زعما كنقرا كنجيب فيهم مزيان كنت كتقرا مزيان ولكن ما كيعجبك كنجيب فيهم مزيان باش ننجح فيهم باغ كونتر ملي كندخل مثلا اللغه العربيه ولا كندخل الاجتماعيات خصوصا الاجتماعيات خصوصا التاريخ كتلقاني جالس متخشع انا هكاك وداك الشيء كيترجم مع المده كتلقى راسك بان عزاك تقرا كتبه عزاك تحضر الندوات عزاك تحضر اللقاءات عزاك تفرج في في في, في برامج حواريه برامج وثائقيه ديال التاريخ ف لقيت راسي قلت لي لا انا بغيت نكون ادبي وقال لي يا انا ادبي انا اش عندك ما دير دونك هنا راه الناس باش تعرف راه وصل المدرسه كاين حتى اشكال مشيت للثانوي دوزنا اول جوج فروض واحد في العلوم واحد في الرياضيات جبت فيهم مزيان بون لي ماط ديال الادبيين زعما تيقول لك اكس كتساوي 3 اكس بلس شي حاجه ولا اكس او كاري بلس 3 اكس موان 2 شحال كتساوي 5 دونك زعما ما انا بغيت نجيب 20 كتلقى السؤال خمسه النقاط انا ويتجاوب على ديك النقطه صافي اكزاكتوم دونك جبت فيه مزيان جبت ما غاباش جبت واخا شي 19 ولا 20 من بعد الفرد ديال العلوم تاوج فيه مزيان جمع الاستاذ ديال العلوم وديال الرياضيات عيطوا عليا قالوا لي راه غنشوفوا كيفاش نديروا واحد الطلب للنيابه باش انت قلبوك علمي وما تبقاش ادبي قلت لهم لا انا ما بغيتش مشاو داروا داك الطالب قال لهم ديروا لي واحد تيست في الفيزيك باش تجوانيو مع هذا باقي عاقل عطاوني ديك الدار الكهربائيه مغلقه ومفتوحه وعطاوني الاوضاع التي يوجد بها الاجسام في الطبيعه شي حاجه في البي اش المهم شي حاجه المهم داكشي كتعرفوا حتى هو جاوبت عليه قالوا لي غادي تمشي هذا قلت لهم انا باقي عاقل باش كنت قلت لهم لا انا ما بغيتش نكون علمي زعما ما فهمتش لا ولدي وغادي تضيع راسك وانت عندك هذا ودي الله يهديك راه انا ما عمرني كنت كنحلم نكون انجينير ما عمرني كنت كنشوف الطبيب وكنقول واو ما نديرش لك ما نقدرش نشوف الدم كيفاش بغيتي تربي طبيب دونك ما يمكنش تفرضوا عليا باغ كونتخ مني وانا صغير كيبان لي المحامي شي حاجه كبيره كيبان لي الاستاذ شي حاجه كبيره كيبان لي رجل السياسه شي حاجه كبيره دونك توجهي هو ادبي مع راسي انا في الدرب كانوا مسمين عليا الرجل الصغير كنت كنشري الجورنال وانا صغير نقطه جديده الرجل الصغير داكور دونك التوجه الى الحمد لله فاش مشى قالت لهم النائبه ديك الساعه كانت واحد السيده قالت لهم راه خصو يعاود لا بغى خصو يعاود العام ما يمكنش البي با يكمل هذا العام ادبي والعام الجاي يعاود 5 اخر يعني انا فرح قلت لهم انا ما نقدرش نضيع عام من حياتي جملات يسير اي دونك هنا فين كنهضروا على دونك داك التوجيه اولا عندنا مشكل كبير في التوجيه في المغرب التوجيه شنو هو حتى كتبقى سيمانه وسالي العام كيجي واحد السيد طيب نفس الهضره عاود شي 80 الف مره تيدخل تيقول لك بالزربه فهمتي المهم هذا الشعب كاين نفرق عليكم الوراق اللي بغى شي حاجه يهزلها مشيت عند الوالد قلت له واش ندير ادبي ولا علمي قال لي شوف دير ادب اصيله دير ادبي دير علمي انت حر براس اعزل اللي بغيتي اختي كانت بغاتني ندير علمي لان هي سيونتيفيك وكانت بالنسبه لها هي كانت غادي قاري اسم الادبي دونك انا اختاريت انني نكون ادبي وكنظن بان نخليو الدري يعزل اللي بغى
كل واحد يشوف الميول ديالو فين كاين. دونك نعطيوه المعلومه اشنو كيقراو الاداب اش كيقراو العلمي. هل افقت هذه عندك شي واحد يقول لك راه وليتي ادبي راه شي هذه كيقول لي ما تقبلكش اليمين وما تقبلكش هذه وما تقبلكش ما كيقولش شكون يقبلك. اه فوالا راه شوف راه ما تقدرش تخدم هنا وما تقدرش تخدم ايوا شنو يخدم. دونك حنا كنجيو كنوريو الوجه السلبي. دونك انا احط زعما الناس ديال التوجيه الله يجازيهم بخير يوريو الناس الجانب الايجابي ديال كل توجه مابقاش يوريو الجانب السلبي. واضح. جاب الباك اداب احنا غاديين مع الولد ودايوغ بين قوسين حنا ان شاء الله راه قريب في كيزاكو غنحطوا واحد ليميسيون جديده ديال التوجيه اللي غنحاولوا نعطيو فيها المعلومه بالديتاي ديال كل شعبه شنو فيها شنو الافاق تكون يعني بمستوى الرقي ديالكم ديال هذا الشباب اللي شفتنا لان واحد السيد شحال هذا كان كيدير واحد النوع ديال التوجيه اللي زعما لا لا كنا يعني ديال ولد الدرب هذا توجيه ديال ولد الدرب دونك غادي نحاولوا نديروها وان شاء الله غتعاوننا فهم هذه لانه في هذه ليميسيون هذه بطبيعه الحال شخص واحد ما يقدرش يجاوب على كاع الاسئله ديال كاع يعني يولي يدير كل شيء. دونك حنا الفكره هو اننا ناخذ الاسئله وغنشوفوا الناس اللي مختصين في كل شعبه وهذا يعطيونا المعلومه وحنا نوصلوا المعلومه ان شاء الله. الله يحفظك. دونك ها ولدنا دابا دار الاداب القراصو ديال الاداب دار الاداب جاب الحمد لله الباك ديالو يمشي للدراسات العليا الجامعه. دونك في الجامعه حنا كنعرفوا باللي الاداب فيه تا هو شهاب كاين كيدير علوم سوسيولوجيا كاين كيدير ادب اصيل. انا غنمشي مع اكثر القانون بما انك انت درتي القانون نفس السؤال بالنسبه لك على حسب التجربه ديالك البروفايل ديال القانون. انا ماشيش معاك القانون في اللغه ماشي معاك الدرب واللي هو لا ريفيرونس ديالنا ديما. انا دابا هناك انت كتهضر استحضر بعض الاسماء واحد الدري هادي معزوز ياسين اشرقي يونس خيدوري ياسين اشرقي عشيري ياسين اشرقي يونس خيدوري واحد ولد فانار هاد الجوج هادو الاولي مشاو داروا فلسفه كنا زكريا خيا مشاو داروا فلسفه عرفتي حنا ديك الساعه ناري الملحد ماشي لا غير الملحد غتمشي ديما تبقى تقرا على الشوبنهاور وداك الشيء. يونس دار لا سوسيولوجي فنار دار الانجليزيه دابا هاد الثلاثه اساسيده ديال ياسين اشرقي لا ياسين اشرقي باغ لا سويت الى مشى كمل في لا سوسيولوجي وخدم في دي زون ان جي ودابا تبارك الله راه اطار في مؤسسه عموميه داكور وقدر يدير واحد لابورس مشى قرا في اوروبا مشى قرا في لوروب ودابا راه تبارك الله غادي كيوجد باش غيمشي يدير الدكتوراه في واحد الدوله في امريكا الشماليه. هادي لا ميم شوز هادي دابا تبارك الله وليد قلت لك عليه قبيله عنده دي بوبليكاسيون سيونتيفيك كوار في الفلسفه في مجال الفلسفه هو استاذ ديال السلك الثاني وكيحضر الدكتوراه ديالو في الفلسفه وناقد سينمائي وكذا الى اخره. زكريا استاذ ديال السلك الثاني ديال الفلسفه. يونس خيدوري الله تبارك الله دار الى سوتوني الدكتوراه ديالو في السوسيولوجي مع الطوزي اللي هو من اكبر لي سوسيولوج ديال المغرب. زكريا دابا راه استاذ ديال اللغه الانجليزيه واللائحه طويله ديال شباب اللي اختاروا واحد اللي كانوا ادبيين واختاروا شعب ادبي شي مازال القانون والاقتصاد هذاك هضرتهم بوحده. انا كنقول لك شعب اللي ادب الحقيقي شعب اللي شبه ميته في المغرب. دونك هذا بالنسبه يعني كمثال لبعض الشعب الادبيه اللي انا اتذكر واحد الصديق كان مسؤول كبير في وزاره التشغيل شي مره كانوا دوك الدكاتره المعطلين دايرين اضراب وزرت شي واحد فيهم باش يدوي معاه قال لي شنو الدكتور اللي عندك قال لي في الادب الروسي قال لي شنو لاطيز اللي درتي قال لي موقع الفعل في الجمله الروسيه. دونك فاش كدير بحال هاد الشعبه راه ما خصك يكون عندك الهدف ديالك هو تخدم به خصك تكون شعبه كاركتير انتيليكتويال درتيها باش تقف راسك باش هذا يعني قادر انك يعني عندك مداخل اخرى ديال الحياه باش انك تعيش. هذا هو يعني الرساله اللي بغيت نوصلها لهاد القصه فاش كدير واحد الشعبه اللي قليل انك باش تخدم بها كون على يقين بان خص يكون عندك حاجه اخرى وهذيك درتيها زعما غير بور لو بليزير انتيليكتويال الى اخره. انا ربما بغي تشغل في روسيا مثلا علاش لا علاش لا. بالنسبه للقانون انا اظن بان القانون وخصوصا القانون الخاص لغه فرنسيه يعني في كيف ما ذكرت في الاول فرص جد متعدده ولو شون ديال 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 يعني لي زوبورتونيتي دومبلوا فيه كثار القطاع الخاص والقطاع العام في المهن الحره. ما كنظنش ان شي واحد قانون خاص لا بالعربيه لا فرنسيه خصوصا غيقدر يلقى مشكل باش انه يخدم
كيبقى فرق فقط يعني فقط الفرق في المساله ديال واش يعني لو سالير شحال اللي بغيت الغاد المؤسسه اما باش يخدم كاين الخدمه. هاد المسائل هذه خصنا نعملوا بواحد الحاجه. كاين بعض التخصصات اللي فيها لي غراد فيها جونيور كونفيرمي وسينيور منهم القانون منهم الشعب الماليه في القانون تو جوست جونيور لو سالير ديالك سان بي با ديباسي 5000 6000 7000 درهم من بعد كتولي جوريست كونفيرمي كتطلع حتى ل 13000 14000 15000 لي جوريست سينيور غادي يشدو 40000 درهم 35000 درهم افيك دي زافونتاج سوسيو افيك لا فواتور دو سيرفيس افيك هذا افيك ليكيب ديالو الى اخره. دونك الصبر والخدمه وهادشي من الكليه زعما من الكليه ولد الشعب وفهمتي انسان يخدم شويه اللغات بالموازاه مع الـ مع الـ مع القانون الفرنسيه والعربيه الا كان دار قانون باللغه الفرنسيه يخدم مع العربيه الا كان دار بالعربيه يخدم مع الفرنسيه وبجوج هما دو خصهم يزيدوا الانجليزيه. قداش ما كنتي بيلانغ قداش ما كتكون مطلوب اكثر. كتجي عندي انا كمحامي ولا كجوريست دونتربريز ولا جوريست دو بانك كنصايب اون لتر اون اغاب وكنصايبها بالعربيه وكنصايبها بالفرنسيه. دونك في دونك يعني كتكون لي كومبيتونس ديالك كيكونوا كثار. لا بارتي انفورماتيك مهمه بلادم يدخل كاين دابا مواقع مهمه جدا اللي كتدخل كدير فيها واحد لابونمون تيكون عندك اكسيل دي موديل دو كونطرا دي موديل دو 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 كتقرا كتزيد تقرا اكثر اكزاكتومون كتستافد غدا بغيتي تصايب كونطرا لواحد ان كونطرا دو طرافاي راه ما فيها باس تدخل تشوف لي موديل دير شويه ديال البنش مارك تشوف لي موديل الناس كيفاش كيخدموا وتادابتي داكشي وتخرج لي ان كونطرا سور ميزور يعني ماشي بالضروره خصك تبدا كونطرا من الاول تختارع من الاول بسم الله الرحمن الرحيم داكور. دونك فوالا دونك هادشي يعني مسألة التخصص خصوصا في القانون راه فيها افاق كبير واضح غير خص الانسان يكون وديك واحد الفكره فكرتيني بالنسبه لهاد المساله ديال لي كريتير كيفاش الدري يكون ادبي خص بين محيط مرض ديك لا درا زالي الحفاظه خصو يكون ادبي لا ما عندوش مع الحفاظه خصو يكون علمي. راه ما انا يعني وقال كيحسب لهم راه كنبقاو ديما نعرضوا المحفوظات فاش دابا كيحفظ المات دونك كيحفظ لا كيحسب لهم نبقاو ديما نعرضوا المحفوظات فاش غنكونوا ادبيين. لا راه فاش كتمشي للشعب ذات طابع ادبي راه ما كيعنيش انك تمشي تقرا الاداب وخصك تحفظ الشعر الجاهلي وتحفظ المعلقات وتحفظ لا وفي القانون راه ما كاينش ان الحفاظه في القانون كنتكلموا اليوم على لانجينيوري جوريديك c'est-à-dire كيفاش انجينيور اون دو تو تروف دي سوليوشن دونك سي بوكو دو ريفليكسيون ما مرتبطاش مساله بالحفظ راه ماشي فاش كتكون فاش كتكون داير دغوا دي زافير راه خصك تكون حافظ الكود كوميرس كامل لا ولكن كتكون عارف بان هل فيه 5 ليفر فيه كذا لي ميكانيزم فين كاين هادي كنشوف هاد لوكا كنقول خصني نمشي للدي او سي لا دا خصني نمشي للبروسيدور سيفيل لا دا خصني نمشي للبروسيدور بينال لا دا خصني نمشي للمدونات سميتو الاسره وانت غادي دونك سي د لانجينيوري لو جوريست لو رول ديالو هو ان يلقى ديك لا ديسيبلين اللي غتفك هذيك المشكله وكتدخل عندك لي تيكست دو لوا راه جوريست راه عندهم كتابه ديالو ديال كتب القانون فوالا واضح. الوغ وحنا كنتكلموا على ربما هاد المهارات اللي كاين دابا قلتي الطلب خاص غير الشاب يقلب وملي كندوي على القانون كاين هاد المهارات سواء ديال انك تكون متمكن يعني الشعب ديالك قاري وهذا عارف هاد لي ميكانيزم ولكن كاين دابا اليوم في القانون كنتكلموا على لي سوفت سكيلز المهارات الذاتيه اللي دابا اي مهنه كما كانت مثلا ملي غيمشي شنو هاد المصطلحات انا غندويها في الدارجه ماشي جداد في السوفت سكيلز صافي لا ماشي قدام هما المهارات الذاتيه قدام مؤخرا كتلقى لي زافيش كاين السوفت سكيلز السوفت سكيلز اجي تعلمهم لا حنا بغينا كيفاش يتعلموا الراس وانا بالنسبه لي سوفت سكيلز خصو يعرف الراس بلا ما يحتاج شي واحد يعلمها له مثلا ربما بعد مرات بلا ما كنشعروا مثلا تكلمتي باش عطيتي المثال ديال ملي كتدخل جوريس كاين جونيور سينيور هذا دونك كاين واحد الفريق ديال العام كاين واحد لو ديبارتمون دونك الا كان واحد ربما كيحشام الا كان واحد ما كياخذش ديك الانيسياتيف مثلا دابا انت كنتي سينيور وعندك جوج واحد مره كيجي يسولك يقول لك هذه كنديروا لها عافاك واش عطيني شي ميسيون تعلم فيها باين تعلم هذه القضيه بالضبط واحد اخر الي باسيف كيسناك تجي عنده راه كيبدا يبان لك الفرق وهنا كيجي ربما الدور ديال العمل الجماعي ماشي غير بوحدو
ولكن هو من بين الطرق اللي ممكن تخلينا اننا نتعلموا واحد المهارات اللي باقي ما واعينش بها الدراري، هو انني نتعلم نخدم اون ايكيب، نتعامل مع الناس، نتعلم نهضر ما كيفاش نهضر، كيفاش نسير المشاكل ديالي، ستريس. هادشي اللي قلتي كامل كنلخصو في حاجه واحده، العمل الجمعوي كيعطيك روح المبادره. وروح المبادره كتخولك بزاف د الحوايج وتعطيك واحد لو كوراج باش كتهضر في وسط من الخدمه كتواجه مشاكل. دابا انا سورتو في الخدمه خدمت في دوك لي نيفو انترميديير اللي ما انت باترون كبير، يعني انت الباترون ديال كلشي، ما انت المنتج. دونك هذا تيكون عندك من ايكيب اي تو في بارتي دون ايكيب، دونك ديما عندك الان موان وعندك الان بلس، تعطيك لو كوراج انك انا بعض المرات كتواجه مشاكل ولا خصك تعبر عليها باش ما تبقاش تعاود لك، لانك كتحمل فيها واحد المسؤوليه اللي ماشي ديالك. كيكون عندك واحد لو كوراج باش كتمشي عند داك سورتو مثلا في لا بانك tu as affaire avec un président les فهمتي tu as l'image tu as c'est normal باش كتبغي تمشي عندو مي كيكون الفرق بين واحد وواحد. كاين اللي كيقدر يدخل عنده يقول لاسيستون الله يخليك بغيت ان رونديفو، كيدخل عنده تيقول لي الله يجازيك خير مسيو البريزيدون راه لو تخوف واش وقع واش وقع واش وقع وانا ما عنديش هذا، ولا مع طون ديريكتور جينيرال ولا مع طون باترون في البوليس ولا في المحاماه مع قاضي ولا مع وكيل الملك ولا مع نقيب ولا مع الى اخره. كيكون عندك واحد لو كوراج وتكون عندك اون بيرسوناليتي وتتعبر على داكشي اللي كيبرصتك وكتحيدو باش مره اخرى ما تيبرصتك. المساله الثانيه هي روح المبادره اللي كتعطيك واحد لو بلوس في الخدمه. فوالا انا فاش كتكون عندي اون ايكيب وعندنا واحد لاغشيفاج مخربق كيقدر يجي عندي واحد ليمون تيقول لي مسيو الزوات العشيه راه ما عنديش شي حاجه، هذا راه سالي شنو درت وشنو درت، بغيت نقاد داكشي لان فيما كنبغيو نجدو شي دوكيومون كانوا حلو سي تان بلوس بالنسبه لداك السيد عندي غدا اون نوطاسيون بور لافونسمون ولا شي حاجه ولا هذا غيكون احسن من داك اللي بقى جالس وكيشوف هذاك ولا بيغ اونكور كتقول لي عافاك قاد داك وتيقول لك هادشي ما يديروش معايا شي واحد. داكو دونك العمل الجمعوي هو مهم جدا، تيعطيك روح المبادره، تيعطيك الشجاعه باش انك تحل مشاكلك، تيعطيك واحد الشخصيه قويه اللي غدا كتكون عندك اون ايكيب، راه ليكيب راه خصها ان ليدر، دونك تعطيك داك الليدرشيب ليسبري الليدرشيب تيعطيه لك، تعطيك تلقى حلول، كيعطيك مهارات كيف ما قلتي باش كتشوفك بعض المشاكل وسط ليكيب. ديما تيكون عندك صراعات في المغرب الله يهديهم ديما هذا يوصل لك هضره على هذا وهذا باغي يشتري هذا وهذا باغي يطحن هذا، دونك تقدر انك كتجاري هذا مع هذا ولا كتلقى جوج عيالات مع بعضياتهم نوض الحل هذا ولا راجل مع امراه وشي واقع شي حاجه قديمه انت ما فراسكش وداكشي كي فهمتي. دونك كيعطيك الامكانيه ايضا باش كتحل دوك النزاعات، وهادشي فين تعلمناه تعلمناه في دي فورماسيون في المجتمع المدني مع اليو اس اي دي مع هذا مع الان دي اي، كتمشي تحضر دي فورماسيون تيقول لك كتكون انت صغير عندك 18 عام و 17 عام تيقول لك كيفاش تفك نزاع وسط من ليكيب ديالك، انت كتجون تحاول تشارك كتقول انا غتكون عندي زعما غادي مسطاره انا غتكون عندي ايكيب شي نهار. وصلتي انك انت عندك ايكيب وكنتي موجود. حنا 2007 2008 كنديروا لي فورماسيون تيقول لنا كيفاش تبيع بالانترنيت، كتقول واه اللي شاد الانترنيت تحط شي حاجه بلا ما يشوف هاد الصوره يجي يشريها من عندك ويخلصك وتصيفط عليه. مي وصل داك الوقت بان دونك ديما داك التيماسيون مفيده افونسمون بارابور بزاف الناس اللي ما تيديروش العمل الجماعي. واضح. وحنا كنهضروا على هادشي كامل كيدور على اساس مانيش برنامج دقه حقق الحلم ديالك، دونك نهضروا على كل واحد فينا عنده واحد الحلم ولا عنده واحد الهدف بغي ينجح، كنت كنتكلموا بزاف على النجاح وهنا هذا يعني حق مشروع وكل واحد يقدر ينجح، هذا الشيء حنا دايرين هذا البرنامج، ولكن في نفس الوقت ما نبغيوش عاوتاني يكون واحد الوهم لانه راه حتى مع وسائل التواصل الاجتماعي وهذا كاين واحد ولا بزاف ديال النجاحات هو ما كرهناش كانوا حقيقيين، ولكن بعض المرات صحاب ديال العلاقه بعض المرات كتاثروا بالسلب. يعني انت كتحاول تعطي واحد النصيحه مزيانه للشاب باش يمشي دقه بشويه وهذا، ولكن كيشوف واحد الفيك نجاح خيالي يقدر يخليه انه يكون ديموتيفي. يعني مثلا هو بدا جونيور راه غادي مزيان في باركور، يلا خرجتي كتبدا ب 6000 درهم ولا هادي راه مزيانه في السوق ديال المغرب، انت راه كتعلم راه الشاب خصو يدير براسو ملي كيخرج راه كيتعلم، ولكن كيشوف واحد كيقول لك كنربح 100 مليون في النهار ولا ما عرفتش كيقدر يتاثر. شنو تقدر تقول؟ جوج الانواع ديال بعض الناس اللي الله يهديهم في مواقع التواصل الاجتماعي، كاين هذا النوع اللي كيبدا يكذب تيقول لهم انت شوف شوفوا الكونت ديالي انا راه كنربح 600 مليون في النهار دراري في صباح الخير ما عرفتش تلفتش من مكان اللبس وبجوجهم دوك اللي هاز دايرين 10000 درهم بجوج دابا تيبقى اليوم ما عرفتش من طوموبيل ناخذ صباح الخير الدراري انا كنفطر في بالي، واش حتى غتبقى ديما حياتك تفطر في بالي في وسط لابيسين؟
دونك كاين هذا النوع، ولكن هذا النوع خص الناس يعرفوا بان هادو واحد الناس اللي خدمتهم اللي كيتخلصوا عليها وداك الشيء صغير قل من داك الشيء اللي كيبان، انهم يوهموا الناس باش يدخلوا تونجاجو في دي سيركوي سواء ديال لا فونت بيراميدال، سواء ديال 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 هادشي ديال لاشا دي زاكسيون ولا كيولا فيهم داك لي فوز اكسيون اكسيتيرا. دونك مخلصين على هاد الخدمه، تيقول لك بان الطريق اللي تبعت باش انا وليت عندي، وكيوريك كيدخل كيدير لا كارت غيشي ديالو في بانكوك تيرو ما عرفتش بعدا اصلا داك الفيديو واش ديالو ولا غير مصيفطينو ليه وملصق فيه الصوت ديالو، تيوريك راه عنده 60 مليار في الكومب داكور. تي هادوك الناس تيتخلصوا باش كي كي كيوهموك انت هي اللي كنقولوا بالدارجه كيبيعوك العجل كيبيعوك العجل باش انت كتمشي وكتحط واحد 3000 درهم في واحد السيركوي طمعا في انك واحد النهار توصل لهذاك المستوى، وكتجي كتلقاهم هما هاد القضيه ديال العباره ديال ديال القانون اللي يحمي المغفلين. اول مره قالها قاضي قالها في الولايات المتحده الامريكيه، جا واحد السيد ما عنده حتى ريال هو يدير واحد الخطه، دار انونس في الجورنال قال لهم غدير 1 دولار وديروا في جوا وتصيفطوا لهاد الكود بوستال اي تشيا لا شانس تربح في طومبوله 1000 دولار 5 مليون بيرسون لي صيفطوا و ايفيكتيفمون دار الطومبوله وعطى لواحد 1000 دولار وشاطت ليه 4 مليون 900 هذا مشاو الناس دعاو وقف قدام القاضي قال لي القاضي شنو كتقول؟ قال لي فين هو النصب والاحتيال؟ انا ما نصبت على حد، انا قلت صيف الدولار عندك لين شانس تربح 1000 دولار كيف كتبوا السيد اللي ربح 1000 دولار جابوا السيد ربح 1000 دولار اي ربحتها ها هما الفلوس خديتهم. قال لي فين هو دور القاضي عند دوك المتقاضين كاملين؟ قال لهم القانون لا يحمي المغفلين من النجاس. دونك ما تكونش مغفل وتكون انت من دوك دوك 5 المليون اللي غادي يعطيو قال هذاك 1000 دولار باش يجي يوريها لك ويقول لك انت والله تحطيت الدولار وربحت 1000 دولار. دونك هذا كاين هذا الشق. كاين الشق الثاني وباش نكونوا متفقين، النجاح المضمون هو الكلاسيكي اللي فيه قرا خدام ضرب تماره دوز واحد المده وصل لواحد المستوى. دوك النجاحات ديال 5 ايام وديال عام وديال داكشي راه ما كاينينش، الكوارث طبيعيه اللي كتجي راه تمشي تقلب على مارك زيكنبرغ تقلب على مول امازون تقلب على مول نتفليكس تقلب على غتلقاهم صافي مينيموم واحد 15 وهما بادين الخدمه. فيسبوك راه تلوصف 2007 ولكن السيد راه 10 سنين وما عرفش شحال هو كيدير لا غوشيرش ديالو تيدير ديفلوبمون. امازون لا ميم شوز، مول نتفليكس لا ميم شوز، علي بابا اي هاد 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 الساكسس ستوري اللي 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 كنشوفو في العالم كامل راهم سنوات ديال الخدمه. قلب على ستيف جوبز كيفاش نجح، قلب على قلب على الناس كيفاش نجحوا، وقلب على الناس كيفاش ضربوا تماره وفشلوا. هادشي ديال فيق الصباح حقا الانترنت فيه الامكانيات انك تربح الفلوس وانك دير، ولكن بطرق معينه شبه كلاسيكيه. الانترنت غير كتقدر مثلا تخليك يعني تدي لوكاليز هذيك الخدمه ديالك، جونغ مثلا تقدر اليوم دير اون اكتيفيتي في بانكوك، تقدر دير اون اكتيفيتي في لوس انجلوس من المغرب، ولكن راه ما كاينش شي حاجه سميتها دخول حط 3000 درهم وبعد غدا غتولي 30 مليون ويبقى بنادم يصور لك الفلوس اسبيس واو. ميم داكشي ديال دوك دوك لي سيستيم اللي كيعطيوك الحق في الفلوس كتربحهم، داكشي ديال البيتكوين وداكشي وهذا راه تو بي با تيغي د لارجون اون اسبيس، راه كتبقى ديما في ان سيركوي الكترونيك ديجيتال. بون كاين دابا بعض الامكانيات ولكن داكشي فريمون غير هذا الشق الاول. الشق الثاني بعض الشباب الاخرين اللي الله يهديهم الله يهديهم في النار تيبقاو يبيعوا واحد قصص النجاح اللي انا بالنسبه ليا لا بي سي ديال ستاندار ديال الانسان. واحد يلا شاري دار في ديال السكن الاقتصادي ولا كاري في حسان وعنده واحد داسيا لوغان وعنده واحد باك بلس 4 تيبقى يمشي يدور في الكليات والجامعات وكيدوي لهم على قصه النجاح ديالو. واش ناجح؟ ما نجحش، انا باقي ما نجحش. النجاح كنجيبو واحد رساله وصل لديك لا غارونتي سوسيال لاسيغونس سوسيال ديال ما بقاش يقدر يفكر في اي لحظه يرجع لهذا. كتجيب لي واحد انا اللي جاب دار واحد النهار كيصايب طوابل في الدار ووصل ولات عنده شركه كتصدر طوابل للعالم كله وهي قصه نجاح. اي كونطون كو تي تي توجور سالاري وباقي عندك يعني صالير واحد 10000 12000 كتشد تخلص طريطات تشيط شويه وداك الشيء ما تجيش تبيع للناس. خلي الناس ما تليميتيش للناس لو شون دو غيف ديالهم، خلي الناس يكون حلمهم اكبر من داك الشيء اللي انت فيه. دونك ما دمت شابا ما تمشيش تسوق قصص النجاح،
سوق تجربتك متفقين نتقاسم معهم شنو دارت ويستافدوا منا يديروا اكثر يديروا انا مثلا دابا ما عنديش حق نقول نجحت كنقول مثلا في القرايه راه من ادبي درت هذا وخديت ليسونس ودرت ماستر وماستر درت الدكتوراه وستاتت انا ندير الدكتوراه في واحد ليكول دو كوميرس لي وخانا جوريست الحمد لله وخدمت في هذه الخدمه وخرجت وخدمت في هذه ودابا راني في واحد الخدمه اللي كنت نتمنى سبحانه وتعالى ينجحني فيها ولكن ما تقولش الناس راني ناجح في مهنيان وشوفوا انا اول نهار فقت وقلت لا باقي ما فقتيش باقي دونك هاد جوج ديال لي كاتيجوري يقدروا ياثروا انا ما كرهتش الناس يسيني عليهم باش 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 ما يبقاوش بون نضيف عليهم واحد مدام دوينه دوينه لي كاتيجوري اللي ما تيعصبون هادشي باسكو كي شوفوا عندي شي ناس كنعرفهم صحابي وتيديروا هادشي الله يهديهم هو داك اللي كيدوي في كاع المواضيع خبير كيدوي في البريكسيت كيدوي في ازمه الخليج سوريا تي الغازوديك كيدوي في سوريا كيدوي في كورونا كونسيف سلاوي زراو عليه كيدوي في التقارب بين كوريا الشماليه والجنوبيه كيدوي في النووي اللي عند ايران ف الله يهديهم كان مادام كنستغلوا هذه المباراه دابا باش الجمعه حتى الشباب الله يخليكم بغيتوا تصنتوا لشي اكسبير قلبوا على لي زيكسبير ديال بصح اللي عنده تخصص كيدوي في حاجه واحده كاع اللي تلقاه في ثلاثه البرامج جابوا دوه على ثلاثه المواضيع مختلفه ابعدوا منه راه ما يمكنش لا يمكن الجمع بين العلوم داكشي سالة واحد الوقت كان بنادم كيكون طبيب وفيلسوف و كيسمى قاري كما كنقولوا حنا في التركيب التقاري كيجيب لك واحد الدواء كيقول تقاري قول لي قرانية قول لي شنو ناكلوا ولا لا اما باش تكون خبير واختصاصي في هذه المواضيع وتهضر في الاعلام والاعلام راه كاين واحد كاين واحد لو فينومين ديال ليكرون صعيب باقي عندنا حنا كنشوف واحد في ليكرون صافي دير عنده مصداقيه دونك يلفو فيغ اتونسيون ان شاء الله وباش نساليوها بالايجاب دابا غنرجعوا لك مهدي في البرنامج ديال القطقه ضروري كنبغيو كل ضيف يتقاسم مع الشباب اللي كيتبعونا الثروه ديالو الثروه لا باس دونك يتقاسم معهم واحد ربما واحد ثلاثه العادات اللي كيديرهم اللي كيديرهم ضروري العادات ديالو وواحد ثلاثه الكتب ربما سواء اللي اثروا فيه سواء اللي عجبوه وبغى كينصح المتابعين انهم يقراوه عرفش بالنسبه للكتابه بون انا كنقرا كتابه زعما براتيكمون كو دي زوفاج بوليتيك السياسه كنقرا السياسه دونك اللي كيهتم بالسياسه دونك اللي كيهتم بالسياسه كاين واحد الكتاب زوين يلاه بديت كنقرا سميتو لا ديرنيغ مارش تيهضر لك على قصص الفشل ديال الانتخابات الرئاسيه في فرنسا مزيان نقراو قصص الفشل كنبقاو نقراو قصص النجاح كنبقاو نحلموا كنشوفوا الفوق وكنطيحوا في واحد الحفره اللي نشوف الحفرات اللي داز منهم واحد اخر بوغ ايفيتي لي زيرور ديال غدا كاين الكتاب ديال سيرة حمار ديال حسن أوريد جميل جدا وكاين بما أننا شباب وكنديروا السياسة وكان هذا كاين واحد الكتاب ديال سميتو لو غون مانيبيولاتور تيهضر على كيفاش وصل إيمانويل ماكرون للرئاسة في هاد لاج باش تفهم بأن راه ديك الطريق راه ما كتكونش زعما ستوندار يا بوكو دو لوبيين يا دو ريزوطاج يا دو لابوي ديال شي جهات اخرين يا دي فهمتي دونك هادو الناس اللي مهتمين بالسياسه مهمين العادات انا في العادات كنحاول ما امكن انني نحافظ على ما هو اصيل مثلا بون حيت العادات اما بروفيسيونيل اما بيرسونيل اما بون في لو موند بروفيسيونيل لان كل واحد الخدمه ديالو مي مثلا ما بين الحوايج اللي عودت عليهم راسي انني مثلا نبقى اون كونتاكت مع الناس اللي قراوني ديما كاين اساسي اذا قراوني في الابتدائي استطعت نبقى معهم اون كونتاكت باقي كنسول فيهم اللي عاونوا هذا وباقي كنحترمهم والتعامل ديال مثلا كنحاول انني مثلا خصني اون جورني باغ سيمين تكون مخصصه لولادي بقى معاهم في الدار ما ندير حتى شي حاجه لان جو سوي تيلمون اوكوبي توت لا سيمين وان جورني نشوف الوالده واخا الله يسمح لينا ما كنقدروش نوفاو ديما بهاد الوعد مي ولبس جلابه نهار الجمعه هذه عاده زوينه ضروري نهار الجمعه شوف تيقول لك كاين واحد الكتاب ديال حسن اوريد سميتو الاسلام والغرب والعولمه تيطرق فيه لواحد الجمله قالها واحد المفكر تونسي سميتو احمد طالبي تيقول لك ان اخلاصنا للسلف هو اخلاص لبؤره الموقدين لا لرماده وبالتالي تطرقوا الى
نظريات الإخلاص الأصالة والسلف أننا كناخذ فيها ما هو إيجابي. فلا مستقبل لمن لا ماضي له. صحيح. وفاش كنبغيو نمشيو للمستقبل كنطلقوا من التاريخ، كنطلقوا من الأصل ومن الأصول، وتلاحم الأسرة والعائلة والمجتمع يستمد قوته من الأصول. ميمكنش يعني مجموعة من الأسر اللي تبنات الحداثة 100% عطات واحد تفكك خاطئ، وعطات واحد يعني واحد الفشل أسري خيب، وبالتالي الفشل الأسري يحن على الفشل المجتمعي، أن المجتمع هو مجموعة من الأسر شادة في بعضياتها وكتعطينا واحد الأسرة كبيرة اللي هي المجتمع. فأظن بأن التمسك ديالنا بالأصالة ديالنا أولا، وما هو محلي ثانيا. تيقول لك think global act local، دونك أنا أفضل أنني أن أكون مناضلا بيضاويا يشتغل من أجل الدار البيضاء، هموم البيضاويين، مشاكل البيضاويين، على أن أكون عالما في علوم السياسات الوطنية العمومية. وبغي تفاش كتخصص تيكون لو شونتي مون بوينتو كتعطي فيه كتشي مزيانه. الدار البيضاء غنهضروا مثلا اليوم كاين عندنا مشكل نوضوا نخدموا عليه ديال تطهير قنوات الصرف الصحي ودير كذا اللي عندي كتشي الفيضانات. الا بغيتي تكون وطني دابا في هذه اللحظه عندك الفيضان في الدار البيضاء، وعندك الثلج في انفك، وعندك التصحر في 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 الداخله والتحت وداكشي، وعندك القرقالات، ما يمكنش حتى جغرافيا صعوب التنقل لعين المكان اجل النضال في قطاعات. فبالتالي كنظن بان الى كل واحد فينا مشى خدم في البلاصه ديالو تنقولوا واحد المثال اللي بغى يشطب كيبدا بباب دارو. دونك سير خدم باب داركم، خدم دربكم. كنحييك مثلا على المبادرات اللي كديرهم في درب السلطان، كتجي الناس دير لهم السوايع ودير لهم كذا وتخدم مع هادو وتعاون. فهذا الشيء اللي خصنا نمشيو. والله المستعان. هادي كنشكرك مره اخرى على الحضور. شكرا لكم نتوما. الله يحفظك. كنذكر بلي يعني قريتي ادب في الباك، ماستر قانون، خدمه كوميسير مقاولة، ياك إطار في البنكة، ودابا محامي متدرب، وعندك تجارب جمعوية كثيرة أبرزها أنك جمعية المواطنين الشباب وحركة ولاد الدار، هذا كلهم كنت أنا المؤسس. ودابا راك ناطق رسمي باسم لجنة انخراط لنادي الوداد الرياضي. وداد الأمة. شكرا لك نادي الوداد الرياضي ديما. مرحبا بك. شكرا.